ثالثا شعبي العزيز، كما قلت لك في خطابي الأول، إذا ما لاقيت إسبانيا، كيفما كان ذلك الإسباني عسكريا أم مدنيا، فصافحه وعانقه واقتسم معه مأكلك ومشربك وأدخله مخيمك، فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد، فلو أردنا أن نحارب الإسبان لما أرسلنا الناس عزال، بل لأرسلنا جيشا باسلا، ولكننا لا نريد أبدا أن نطغى ولا أن نقتل ولا أن نسفك الدماء، بل نريد أن نسير على هدى وبركة من الله في مسيرة سلمية. فعانق إخوانك وأصدقائك الإسبانيين عسكريين كانوا أم مدنيين، وإن أطلقوا عليك نارا فتسلح بإيمانك وتسلح بقوتك وزد في مسيرتك، فلن ترى في آخرها إلا ما يرضيك ويرضي راحتك وراحة ضميرك. وفيما إذا تعدى عليك المعتدون من غير الإسبان شعبي العزيز في مسيرتك، فاعلم أن جيشك الباسل هو موجود مستعد لحمايتك ووقايتك ضد كل من أراد بك السوء. شعبي العزيز، هذه بعض الكلمات التي أردت أن أوجهها إليك قبل أن تشرع في